متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود هذا اليوم طقس حار بشكل لافت في العاصمة الرياض، 44 درجة مئوية متوقعة مع ساعات على الظهيرة والعصر الملموسة 41 عفوا، والرطوبة منخفضة حوالي 19%. أما الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في باقي مناطق المملكة، شمالا نبدأها تبوك 36 ل 24 مع تفرق بعض الغيوم، عرعر 34 ل 23 طقس صافي، واسكاكا 35 ل 24. المنطقة الغربية المدينة المنورة 43 ل 30، جدة 39 ل 26، مكة المكرمة 43 ل 31، والطائف 36 ل 25. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تهطل زخات غزيرة من الأمطار في عموم تلك المناطق، تعمل على فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه. لذلك ينبه طقس العرب الإخوة المقيمين في تلك المنطقة بتوخي كافة بتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية. الباحة تسجل 33 إلى 26، أبها 31 إلى 20، وجازان 35 إلى 31. المنطقة الشرقية الدمام طقس حار 46 إلى 31، حفر الباطن 41 إلى 31، والإحساء 47 إلى 33. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس حار 44 إلى 31، بريدة 39 إلى 27، وحائل 35 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.